نروح بقى لتفاصيل الأخبار المحلية. النادي الأهلي بالتواصل كده مع مارسيل كولر المدير الفني حدد موعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية من أجل الاستعداد للموسم الجديد. الأهلي عنده موسم كبير هيبدأه بسوبر أفريقي، ثم عنده بقى دوري أبطال، عنده سوبر ليج أفريقي، عنده كاس عالم بيستعد ليه مع دوري، عنده موسم كبير بيستعد ليه مارسيل كولر، وبدأ بقى يتكلم ويشوف الفترة هتكون إمتى. ولكن هيرجع النادي الأهلي بعد ما اعتذر وبعد ما انسحب من بطولة كاس مصر. استقر مارسيل كولر على عودة الفريق للتدريبات الجماعية في أول سبتمبر القادم، يعني هو خلاص شايف أن فترة الراحة دي كافية، عاوز يستعد للفترة القادمة. هو كمان مارسيل كولر في أجازة في الفترة الحالية، ولكن بدأ بقى يتشاور مارسيل كولر مع كابتن سامي قمصان عشان يحددوا دولة أوروبية النادي الأهلي يعمل فيها معسكر. المفاضلة بين النمسا، بلجيكا وسويسرا من أجل إقامة معسكر استعداد للفترة القادمة. يعني هنشوف النادي الأهلي هيستقر على إيه، ممكن بشكل كبير تكون في سويسرا، ولكن الأهلي عايز يعمل معسكر قوي جدا بالصفقات الجديدة بالأسماء اللي هتكون موجودة. على ذكر الكلام عن النادي الأهلي، فصباح اليوم كان في اجتماع بين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بثوابها الجديد بعد تغيير لجنة التخطيط. كان في اجتماع معاهم اليوم، طبعا كان حاضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط كابتن مختار مختار وكابتن حسام غالي وكابتن محمد رمضان وكابتن زكريا ناصف. كان الحديث في الاجتماع ده عن كل ما هو يخص القطاعات والفرق في الفترة القادمة، وضع بعض النقاط اللي يقدروا يمشوا عليها في الفترة القادمة. طب بعد الاجتماع ده كمان كان في جلسة بين كابتن محمود الخطيب وبين أمير توفيق للتعاقدات، ومعاهم كمان كابتن هاني رمزي للسكاوتنج. الكلام عن التعاقدات وبعض الصفقات اللي النادي الأهلي عايز يخلصها في الساعات والأيام القادمة. ليه بقول الساعات والأيام القادمة؟ النادي الأهلي عاوز يعمل المعسكر بتاعه كامل. يعني إيه كامل؟ يعني بكل اللعيبة. عايز الصفقات اللي هيخلص معاها كله يكون موجود في المعسكر، كله يكون موجود في المعسكر، وعايز بسرعة جدا يأيد الصفقات عشان عنده ماتش مهم مع نادي الزمالك في السوبر الأفريقي. على ذكر الصفقات، خلينا كده أقول لكم بعض التفاصيل عن صفقات النادي الأهلي. يمكن امبارح كنت هنا واتكلمت مع حضراتكم على اسم أكتر من لاعب، وتحديدا صفقة المدافع المغربي أشرف داري من نادي بريست الفرنسي. قلت فيه فرقتين، في الوداد والنادي الأهلي. مع احترامي للوداد فريق كبير طبعا، النادي الأهلي برضو فريق كبير، ولكن ساعتها قلت النادي الأهلي ليه أفضلية أكتر، النادي الأهلي أقرب بخطوة. وده اللي بقوله النهاردة، بأكده لحضراتكم، النادي الأهلي أخد خلاص في الساعات الماضية خطوة كمان اللي هو يخلص مع اللاعب. تواصل النادي الأهلي الاتفاق مع اللاعب ومع نادي على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة. أشرف داري سيتواجد في القاهرة خلال الأيام القادمة، بل قد تكون خلال الساعات القادمة، عشان النادي الأهلي ينهي الصفقة بشكل رسمي ويكون الإعلان عنها خلال الأيام القادمة داخل النادي الأهلي. طلب مارسيل كولر ضم اللاعب بشكل كبير جدا، قال داري لازم يكون موجود في حال رحيل عبد المنعم. عبد المنعم خارج الرحلة احتراف، كل التوفيق ليه، ربنا يكرمه مع نيس الفرنسي. فخلاص داري بشكل كبير هيكون مع الأهلي. طب تفاصيل العقد ايه؟ 4 سنين داري هيكون مع الأهلي لمدة 4 سنين، ومش إعارة. الراجل جاي 4 سنين بيع نهائي، مفيش إعارة. الأهلي عايز يخلص اللاعب ويأمن المكان ده لفترة طويلة، لفترة طويلة جدا. كمان ده عن صفقة بتاعت داري. طب في صفقة عمالة تروح وتيجي، صفقة فيها ترئيس كتير، صفقة فيها شغل كبير جدا من النادي الأهلي، من أمير توفيق، من مجلس الإدارة، من كل الناس اللي شغالة على الصفقة دي. محمد علي بن رمضان، كل يوم الصفقة بتتغير، كل كام ساعة الصفقة بتتغير. هل هيكون موجود من النادي المجري؟ هل هيجي النادي الأهلي؟ هل هيكمل الاحتراف؟ كل ساعة في كلام بيطلع. على فكرة في كل ساعة وكل يوم التطورات دي بتحصل، ده في كل الصفقات. ولكن في الساعات الأخيرة أحب أقول لجماهير النادي الأهلي شهدت انفراجة
بين التعامل والاتفاق بين النادي الأهلي وبين اللاعب وبين نادي المجري. ممكن يكون في النادي الأهلي خلال الأيام القادمة حصل اتفاق على المقابل المادي اللي هيدفعه النادي الأهلي، كمان فيما يخص تقسيط المبلغ على قسطين. الفكرة كان مش في رغبة اللاعب، ان الكلام طلع كتير ان اللاعب مش عايز يكون في الأهلي. يا جماعة ما فيش لاعب مش عايز يكون في الأهلي، مع احترامي لكل الأندية طبعا. نادي الأهلي نادي كبير، نادي جماهيري، من الأندية الكبيرة في مصر، من أكبر الأندية في القارة الأفريقية. الأهلي موجود في كل البطولات القارية، موجود في كأس العالم النسخة اللي جاية بشكلها الجديد، فليه مش عايز يكون موجود؟ مين مش عايز يظهر في الشكل ده؟ مين مش عاوز يكون موجود هنا؟ فالأهلي اتفق على تقسيط المبلغ اللي كان عامل أزمة، فبنسبة كبيرة هيكون بن رمضان داخل النادي الأهلي وأيضا داري خلال الساعات القادمة. طب دي الصفقات اللي موجودة. الأهلي عايز يطمن على بعض اللاعبين اللي موجودين من الأعمدة الرئيسية. مين هم؟ أكيد علي معلول. لما نيجي نتكلم على الأعمدة الرئيسية داخل النادي الأهلي لازم نروح نتكلم على علولو، علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في اتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي بتجديد عقد اللاعب لمدة موسم. علي معلول من العناصر الأساسية، مش بس عنصر أساسي داخل الملعب كلاعب، لكن علي معلول بيمتلك خبرات كبيرة جدا. علي معلول من اللعيبة اللي مش بس خبرات داخل الملعب ان يقدر يدي تقل للفريق، لا، علي معلول بيقدر مع سن يقدر ازاي يوفر مجهوده، يقدر ازاي يكون موجود، امتى ازيد، امتى اقف، امتى العب، امتى اسجل، امتى ازيد، عنده وعي بالمكان الموجود فيه. علي معلول من اللعيبه اللي بتسجل للنادي الاهلي في كل الاهداف المهمه، ركلات جزاء زي ما احنا شايفين يسجل ركلات جزاء، فاولات تمام، زيادة وعمل أسيستات كمان تمام، بيقدر يخش يزيد ويصنع ويسجل. فعلي معلول هيجدد مع الأهلي لمدة موسم، وهيتم قيد اللاعب ضمن قائمة الأهلي في الموسم المقبل في يناير، ولم يتم قيده بداية الموسم لخضوع لفترة تأهيل بعد إصابته في الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين في قطع فواتر أكيليس. يعود بألف سلامة للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية. هيرجع إمتى؟ في نوفمبر المقبل، وهيحصل على طبعا مبلغ مليون دولار خلال الموسم ده بعد موافقة اللاعب تخفيض عقده. هنا ذكاء اللاعب، اللاعب عنده ذكاء، هو وجوده في الأهلي مهم، مع الأهلي بقاله كتير، عارف قيمة تواجده داخل الكرة المصرية وداخل النادي الأهلي، فوافق يخفض راتبه علشان يكمل مع النادي الأهلي.